توتنهام عمل اللي عليه امبارح. انا شايف ان توتنهام قدم مباراة كبيرة ضد خصم عنيف وقوي من الناحية التكتيكية والفنية، ما اقصدش البدنية، ده لعيبة صغار وسنهم مش كبير قوي، وحتى اجسامهم مش كبيرة قوي، ما فيش غير هالاند كده اللي طلع من قومعات كده، تقدر تقول ان هو يعني حالة شاذة في الدوري الانجليزي او في السيتيزن بالتحديد. ولكن كان اسلوب لعب توتنهام عجبني قوي، ان هو مش خايف ومقفل الاطراف كويس جدا على السيتيزن. السيتيزن بيتميز بالكرات التموضعية السريعة والتدوير بين المراكز بشكل كبير جدا وبشكل دوري طول المباراة. يعني لو انا بسألك سؤال تقول لي مركز لاعب سيلفا فين، يعني او بمعنى اصح اللاعب سيلفا بيلعب فين بالضبط، اتحداك انك تعرف ان كان جناح ولا نص ولا صانع العاب بلاي ميكر ولا راس حربة ولا بيسجل اهداف ازاي. كذلك هالاند ثابت في المركز رقم 9 وصريح كراس حربة، لما بتيجي الكرة في أقدام أحد اللاعبين على الأطراف في السيتيزن بيكمل على نقطة العمق هالاند، وده بيميز هالاند الطول بتاعه، كذلك الحدية في التعامل، عدم الخوف، الجرأة والشجاعة في تسجيل الأهداف، بيستخدم قدراته البدنية أكتر من الفنية. يعني أنا شايف إن هو مهاجم ما بيمتلكش الكثير من المهاجمين يعني، ولا بيتميز عنهم في حاجة غير إن هو ما بيخافش وقوي بدنيا بس. جوارديولا عارف صعوبة المباراة والتكتيك اللي شغال بيه توتنهام وبيلسا، يعني بصراحة قفل العمق، قفل المساحات، تأخير الظاهرين لعدم تمريرات مساحة كبيرة للسيتيزن، لأن السيتيزن بتميز بالكونتر أتاك والسرعة في الارتداد السريع عليك ويعمل المهاجمة بشكل كبير جدا عليك. فكان محتوي اللعب بشكل كامل توتنهام، وأي نعم كان متأخر بأهداف وعمل رومنتادا تعادل فيها مع سيتيزن والمباراة خلصت، ولكن في برضه حاجة أنا عايز أتكلم فيها، إن ما يمنعش إن السيتيزن، أنا شايف، أنا كرأيي أنا تختلف معايا أو لأ، إن السيتيزن اتظلم في الكرة الأخيرة في الدقايق الأخيرة اللي لعبها هالاند. هو في صفارة للحكم إحنا سمعناها كلها، وهو بيصفر كل الجمهور كل الناس سمعتها عند ايقاف الهجمه، اما هل كان في صفاره قبلها عند ما وقع هالاند ولا لا، انا شايف ان الحكم شاور بايده لاستكمال اللعب، فلماذا تم ايقاف الهجمه والعوده الى الخلف، مع ان دي كان كوره مش اوفسايد على الاطلاق، وكوره لعبها هالاند بشكل سريع للمهاجم يروح فيها وكان في مواجهه المرمى. فانا شايف ان السيتيزن وجوارديولا لهم حق ان هم يزعلوا، ولكن النتيجه دي تعتبر في صالح ليفربول اللي بدأ يدخل المنافسة على الدوري الإنجليزي مؤخرا بفوزه اللي هو كان قالب في الطاولة على فريق كبير جدا فولهام، تعادلوا 3-3، وفي الدقائق الأخيرة من المباراة أطلق أليكس أرنولد أو أليكس إي كرة قوية جدا على يمين الحارس في زاوية صعبة جدا، وانتهت المباراة 4-3 في الانيفيلد. وبكده يعتبر بدأ يدخل ليفربول في مواجهة شرسة جدا وفي منافسة قوية جدا على الليجا وعلى السيتيزن بالتحديد. فاللي انا عايز اقوله، المباراة بتاعت توتنهام ومباراة السيتيزن كانت قوية جدا، مباراة كانت من الناحية التكتيكية عالية جدا والفنية، وفيها ظلم تحكيمي مفيش غبار عليه.